من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في الآيات التي نزلت في رسول الله والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام اما كانوا شأن نزولها او نزلت فيهم خاصه دون غيرهم او كانوا مصداقها الابرز او تأويل الايه فيهم من تلك الايات الآيات التي تدل على علمهم كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، وحول هذه الآية الشريفة عقد الكليني رضوان الله تعالى عليه بابا في اصول الكافي تحت عنوان: باب ان من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الائمه. من احاديث هذا الباب عن الامام الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب. قال ابو جعفر عليه السلام: انما نحن الذين يعلمون. والذين لا يعلمون عدونا وشيعتنا أولو الألباب هذه الآية الشريفة في سورة الزمر وشأن نزولها حول المؤمن الذي يعلم والكافر الذي لا يعلم قبل هذه الآية قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب يعني هل الكافر المذكور في الايات السابقه من هذه السوره المباركه هذا الكافر افضل ام المؤمن الذي خاضع هو لله سبحانه وتعالى في اواسط الليل في اوقات الليل لان في وقت الليل العباده يتبين فيها العبوديه اكثر في النهار هناك ناس لعله يرون هذا الانسان من اهله او اذا يصلي في المسجد او في مكان عام من اناس اخرين لعله يصلي رياء من حيث يشعر او من حيث لا يشعر او لعله يصاب بالعجب احيانا الانسان لا يصلي رياء لكن حينما يراه الناس يرتاح لهذه الحاله ان الناس علموا بانه يعبد الله سبحانه وتعالى او يصاب بالعجب هذا في النهار احتمال أكثر من الصلاة في جوف الليل حيث هدأت الأصوات وسكنت الأجراس والناس نيام فهذا حينما يقوم في منزله يذهب إلى مصلاه ويصلي لا أحد يعلم بصلاته سوى الله سبحانه وتعالى فهو أقرب إلى العبودية وكما قال الله سبحانه وتعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فإذا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يعني ساجدا لله وقائما بالصلاة يحذر الآخرة يعني يحذر عذاب الله في الآخرة ويرجو رحمة ربه لأن المؤمن بين الخوف والرجاء، هل أنت ضامن أنه تموت على الإيمان التي الذي أنت عليه الآن، الذي أوصى يعقوب عليه السلام بنيه: "ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون". ما أكثر الذين كانوا على الجادة المستقيمة، عقيدتهم سليمة، عملهم صحيح. لكنهم انحرفوا قبل موتهم اما انحرفت عقيدتهم فضلوا او انحرف عملهم ففسقوا هل انت ضامن على ان تكون على هذه العقيده السليمه الى اخر حياتك هل انت ضامن على ان تكون على العمل الصحيح الى نهايه حياتك لا ضمان لذلك الانسان دائما لازم يكون يدعو الله سبحانه وتعالى بحسن العاقبه اللهم اجعل عاقبه امرنا خيرا ما اكثر الذين ساءت عاقبتهم ثم ما هو الضمان لنا بان الله سبحانه وتعالى يتقبل اعمالنا الله سبحانه وتعالى يقول انما يتقبل الله من المتقين هل نحن متقين قد نتصور اننا متقين لكن في الحقيقة لسنا متقين. الخوارج الذين خرجوا على امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام والذين عبر عنهم رسول الله صلى الله عليه واله يمرقون الدين كما يمرق السهم. هؤلاء كانوا يصلون كانوا يتلون القرآن يتهجدون في الليالي لكنهم كفروا بخروجهم على امامهم وتكفيرهم اياه. احنا ما لنا ضمان على ان عملنا يكون مقبولا لله سبحانه وتعالى. فإذن المؤمن دائما بين الخوف والرجاء. وهذه الحاله من الخوف والرجاء تقود الانسان الى المواظبه. لانه اذا قنط ويأس من رحمه الله خلاص يقول ما دام هو في جهنم فليتمتع بدنياه بالفسق والفجور هذا يؤدي به الى الكفر انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون واذا كان في رجاء بدون خوف خلاص انا من اهل الجنه يتماهل في اعماله فلذا المؤمن الحق بين الخوف والرجاء، فإذا تساوى خوفه ورجاؤه كما يستفاد من بعض الروايات، فهذا مؤمن في الحقيقة كامل الإيمان، لكن إذا زاد أحدهما على الآخر يعني زاد خوفه على رجائه أو رجاؤه على خوفه فهذه من الدرجات المتدنية الأخرى، فعلى كل حال الايه تقول من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه هذا افضل ام ذاك الكافر الذي اعماله سيئه عقيدته سيئه قل استنكارا لهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني يمكن ان هل يمكن استواء المؤمن الذي يعلم والكافر الذي لا يعلم، الكافر الجاهل لا يمكن الاستواء، تفضيل الانسان على غيره بالعلم والتقوى، آدم فضل على الملائكة لأنه كان يعلم ما لا يعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلى آخر الآيات الشريفة. فضل الله سبحانه وتعالى آدم على الملائكة أو بين فضله عن طريق العلم الذي علمه إياه. فلا يعقل أن يكون الكافر الجاهل يستوي مع المؤمن العالم. أبرز مصاديق هذه الآية الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام الذين كانوا العلماء واعداء الرسول واعداء الائمه الذين كانوا الجهله رسول الله صلى الله عليه واله والائمه يعلمون بجميع علم التشريع جميع الاحكام الشرعيه الله سبحانه وتعالى علم رسوله وعلم عن طريق الرسول الائمه عليهم الصلاه والسلام ماكو حكم من الاحكام لا يعرفونه، كل التشريع يعرفونه. كذلك بالنسبة للقضايا ما كان وما يكون وما هو كائن، الله سبحانه وتعالى علم رسوله ما كان، ما يكون، ما هو كائن. والرسول علم الائمة عليهم الصلاة والسلام حصرا علم ما كان وما يكون وما هو كائن. طبعا غير الشيعة يروون ان رسول الله صلى الله عليه واله على المنبر خطب لجمع من الصحابه الذين كانوا موجودين من بعد صلاه الصبح الى صلاه العشاء باستثناء وقت الصلوات فعلمهم ما كان وما يكون وما هو كائن، نحن نقول لا لم يعلم جميع الصحابه او الصحابه الذين كانوا في المسجد، وانما علم امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام فقط ومنه علم سائر الائمه. فهؤلاء يعلمون يعلمون الشرع يعلمون الحوادث علم البلايا والمنايا وما إلى ذلك علمها الله سبحانه وتعالى إياهم والله قادر على أن يعلم رسوله ولا إما ذلك أما أعداء الرسول من الكفار والمنافقين كانوا جهلة لا يستوون برسول الله صلى الله عليه وآله أعداء الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا جهلة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ زين، طبعا لا يستوون، لكن من يفهم هذه الحقيقة؟ تشوف أحيانا هناك كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، يرجح الجاهل على العالم لجهله، ولأنه عطل عقله، لأن هذا أمر فطري يدل عليه العقل أن العالم أفضل من الجاهل. قطع النظر عن كونه امرا شرعيا دلت عليه الايات والروايات امر فطري عقلي زين اذا واحد رجح الجاهل على العالم هذا في عقله خلل او عقله قد غطي بركام من الجهل احيانا الانسان عنده عقل لكن لا يستعمل عقله اما عنادا واما جهلا متاثرا بالبيئه الذي كان يعيش فيها تقليد لابائه انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون او مهتدون في ايه اخرى هذا يعطل عقله اما الذي لا يعطل عقله من ركام الجهل والعادات والتقاليد السيئه خلص عقله هذا ذو اللب أولو الألباب يعني أصحاب العقول الخالصة التي لم يشبها الجهل إنما يتذكر أولو الألباب من هم هؤلاء أولو الألباب تشوف الذي اتبع الرسول صلى الله عليه وآله واتبع الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا صاحب العقل الخالص هذا هو ذلوب هؤلاء هم أولو الألباب. لماذا؟ لأنهم ميزوا بين العالم والجاهل، فتركوا الجاهل واتبعوا العالم. من هم هؤلاء؟ الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول وشيعتنا أولو الألباب. هناك روايات كثيرة جمعها المحدث البحراني رضوان الله تعالى عليه في كتابه البرهان تدل على أن كل الالباب هم الذين اتبعوا الائمه عليهم الصلاه والسلام في عقائدهم وفي اقوالهم وفي افعالهم وفي كل شيء هذا بالنسبه الى هذه الايه الشريفه زين ايه اخرى في القران الكريم ايضا عقد لها الكوليني رضوان الله تعالى عليه بابا بعنوان باب ان الراسخين في العلم هم الائمه عليهم الصلاه والسلام وهذا ايضا من علمهم الايه في القران في سوره ال عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله هذه الايه الشريفه في القران تبين ان القران يتضمن ايات محكمه ويتضمن ايات متشابهه والناس في مقابل الايات المتشابهه على اصناف ثلاثه الصنف الاول الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف عن الحق هؤلاء يتبعون المتشابهات ويؤولونها خلاف ما أراده الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني الراسخون في العلم هؤلاء يعتقدون بالمحكم ويعتقدون بالمتشابه ولرسوخهم في العلم يعلمون المتشابهات ومعانيها ويرجعونها الى المحكمات. هؤلاء الصنف الثاني وهم الراسخون في العلم. واما الصنف الثالث هم اولو الالباب. اولو الالباب ليس في قلوبهم زيغ ولكن في الوقت نفسه ليسوا من الراسخين في العلم. قلبه ليس منحرف، وأيضا ليس راسخا في العلم، لا يعلم علم التأويل، هذا يتذكر من الفرق بين صاحب القلب الزائغ وبين الراسخ في العلم، فيترك الذي في قلبه زيغ لا يتبعه، لا يأخذ علمه منه، وإنما يتمسك بالراسخ في العلم وهم رسول الله صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ولذلك امر الرسول صلى الله عليه واله بالتمسك باهل البيت في حديث الثقلين المشهور ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، القران كلام الله واهل البيت عليهم الصلاه والسلام من بعد الرسول يفسرون القران يفسرون القرآن ويؤولونه تفسيرا وتأويلا صحيحا، لأنهم من الراسخين في العلم. زين، هذه الآية الشريفة وتفسيرها. هناك بعض التفاصيل حول هذه الآية نشير إليها باختصار بالمقدار الذي تتبين معالم هذه الآية الشريفة، والتفصيل في التفسير ان شاء الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب هذه الايه في سوره ال عمران تتبع ايات اخرى تبين ان الله هو الخالق هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله هو الخالق فاذا كان هو الخالق التشريع ايضا بيده لا معنى لان نقول ان الله يخلق لكن التشريع بيد غيره الناس يشرعون الشيء اللي يعجبهم الشيء اللي ما يعجبهم كلا الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وهو يعلم ادق تفاصيله ويعلم ما يصلحه عما يفسده فلذا شرع تشريعا مناسبا لهذا التكوين لان المشرع هو المكون المشرع هو الخالق فهو يعلم تفاصيل الانسان ويعلم ما يصلحه مما يفسده لذلك شرع تشريعا يتناسب مع هذا التكوين لان الله سبحانه وتعالى ليس في اعماله تناقض ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك لينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير قبل هذه الايه فارجع البصر هل ترى من فطور الله سبحانه وتعالى خلق نظام التكوين يعني السماوات والأرض والقوانين التي أودعها فيهما بإتقان لا خلل في أي قانون من هذه القوانين وكذلك الله سبحانه وتعالى الذي هو الخالق هو المشرع شرع افضل تشريع يتناسب مع هذا التكوين لذا التشريع بيد الله كما ان التكوين بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الارحام هذه الايات السابقه ثم في هذه الايه هو الذي انزل عليك الكتاب الله انزل القران هذا القران منه ايات محكمات هن ام الكتاب يعني اصل الكتاب لأن الآيات المتشابهة ترجع إلى الآيات المحكمة الآيات المحكمة والآيات المتشابهة نزلت بلسان عربي مبين المعنى الظاهر من الآيات المحكمة ومن الآيات المتشابهة واضح لكن هل هذا الظاهر هو المراد أو ليس هذا الظاهر هو مراد؟ هذا الأمر يرتبط بارجاع المتشابه بالمحكم الى المحكم، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى. وفي آية أخرى يقول ليس كمثله شيء. هذه الآية ليس كمثله شيء، آية محكمة. الرحمن على العرش استوى، آية متشابهة. بارجاع المتشابه الى المحكم يتبين ان الرحمن على العرش استوى ليس بمعنى الجلوس على الكرسي كما نجلس نحن على الكرسي مثلا لانه ليس كمثله شيء لان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم لان الله ليس بمحدود حتى العرش يحده مثلا او في ايه الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير هذه ايه محكمه يرجع اليها الايه المتشابهه وجوه يومئذ ناظره يعني عليها بهجه بالضاد وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ليس بمعنى النظر الى الله لانه لا تدركه الابصار وانما هذا تعبير مجازي يعني الى رحمه ربها منتظره الآية المتشابهة ترجع إلى الآية المحكمة هذا ببيان الراسخين في العلم يتم وإلا إذا أنت تركت الراسخون تركت الراسخين في العلم يعني تركت رسول الله وتركت الأئمة عليهم الصلاة والسلام من بعده يحصل لك خلط إذا نرى كثيرا من المسلمين أخذوا الآية المتشابهة جعلوها محكمة والآية المحكمة جعلوها متشابهة بالعكس يعني فسروا القرآن او اولوه بخلاف ما اراده الله سبحانه وتعالى لان في قلوبهم زيغه انحراف عن الحق اما متعمدا واما لانهم تركوا الطريق الذي عينه الله سبحانه وتعالى وهو الرجوع الى الراسخين في العلم فمنه آيات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات شأن نزول هذه الآية كما يقوله بعض المفسرين هو أنه نصارى نجران جاءوا لأن سورة آل عمران القسم الأول منها الحوار مع نصارى نجران ودحض حججهم وبيان الحق هؤلاء قالوا أن القرآن يبين أن عيسى كلمة الله زين بآيات قرآنية تعبير عن عيسى بأنه كلمة الله. زين فعندما تقولون ان عيسى هو كلمة الله فهو يختلف عن سائر المخلوقين، يختلف عن سائر البشر. هذه آية متشابهة جعلوها دليلا على معتقدهم الفاسد الباطل. فهذه الآية تقول انه ارجع هذه الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة. شوف الايات اللي في سوره المائده مثلاً: "لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم" في الآيه التي بعدها "لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة" في آيه اخرى من سوره المائده أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهكذا من آيات اخرى تنفي بنوة عيسى لله. قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا الى ان يقول ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. نعم الله سبحانه وتعالى بطريقه خلاف الطبيعه خلق عيسى من غير اب كما انه خلق ادم من غير اب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أنت الآن تشوف الفرق الإسلامية عشرات من الفرق، بعضها اندثرت وبعضها لا زالت موجودة، وبعضها في طور التأسيس. يعني هناك ناس يأتون ويؤسسون هاي الفرق الثلاثة والسبعين لحد الآن لم تكتمل رغم أن بعض أصحاب الملل والنحل في زمانهم راد يوصل إلى عدد ثلاثة وسبعين يشوف ماكو هكذا فرق فبدأ يختلق فرق من نفسه مثلا كأنه يتصور أن الرسول قال أن هذه الفرق إلى زمان مثلا الشهر الثاني صاحب الملل والنحل كل هذه الرسول هذا الرسول اخبر بانه ستفترق الامه متى هذه الفرق تتاسس؟ في زمان طويل ولعله بعض هذه الفرق لحد الان لم تتاسس. على كل حال زين انت عندما تاتي الى هذه الفرق الاسلاميه المختلفه تجد ان اكثرها او كلها يستدلون بالقران الكريم. المشكلة شنو هو؟ يعني يأخذون بالآيات المتشابهة يؤولوها على حسب أهوائهم فاما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف عن الحق فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ ابتغاء الفتنة يعني يريدون أن يضلوا الناس عادة الذين أسسوا الفرق المنحرفة هؤلاء كان غرضهم إضلال الناس لكي يدعوهم إلى أنفسهم تكون لهم مأكلة ولهم شخصية ولهم مال ولهم جاه في المجتمع ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هؤلاء عادة بالنسبة إلى أتباع هؤلاء يعني أسس الفرقة إنسان ضال كان أولاده أحفاده أولاد, أحفاد أولاد أتباعه ولدوا على هذه الفرقة زين ما يجي يحقق أنه هذه الفرقة التي كان عليها آباؤه باطلة وإنما يحاول أن يستدل على حقانية فرقته بالقرآن الكريم فيجي أول الآيات القرآنية الآيات المتشابهة وابتغاء تأويله زين لماذا في القرآن متشابه موجود هذا بحث مفصل لكن بشكل مختصر أولا امتحان ثانيا لكي يرجع الناس إلى الرسول والأئمة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أحيانا تقريب المطالب إلى الأذهان ولقد يسرنا القرآن للذكر لأنه إحنا نعلم المادة الكلام حول الله سبحانه وتعالى يكون بطريقة اللي إحنا نفهم فلذلك لزم كثرة المجازات في هذه الآيات التي نتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى، مع بيان أنها آيات متشابهة بس لتقريب المطلب إلى الذهن الرحمن على العرش استوى حتى الناس يفهمون أن الله سبحانه وتعالى مسيطر على أمور الكون لكن ليس بمعنى الجلوس المادي على العرش وأحيانا مطالب دقيقة الأذهان لا تتحملها خاصة الذين ألفوا المادة على كل حال لأسباب مختلفة في القران يوجد الآيات المتشابهة بل أي كلام فصيح وبليغ لا يخلو من المتشابه هذا تفصيله في التفسير إن شاء الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الله سبحانه وتعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله لأن علم الله بالذات زين الله سبحانه وتعالى شاء ان يعلم علم التاويل للراسخين في العلم لرسول الله ومن بعد الرسول الائمه عليهم الصلاه والسلام لان الله ماذا يقول؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. الرسول بالذات لا يعلم شيئا لان كل كمال هو من الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى علم الرسول كل علم التاويل لأن الله سبحانه وتعالى ما كان ينزل القرآن على الرسول ولم يعلمه معناه هذا ما إلى معنى الله سبحانه وتعالى جعل الرسول واسطة في الوحي فأنزل عليه ألفاظ القرآن وأنزل عليه معاني هذه الآيات بتفسيرها وتأويلها وبيان مصادقها فوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء علمهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الراسخون في العلم جمعوا بين فضيلتين. أولًا فضيلة التسليم لله سبحانه وتعالى. يقولون كل من عند ربنا. هاي الفضيلة الأولى، التسليم لله. الفضيلة الثانية العلم، لأنهم راسخون في العلم. فالراسخون في العلم جمعوا بين فضيلة العلم وفضيلة التسليم لله. وكثير من الناس بالعكس هو جاهل غير مسلم لله. لكن هؤلاء جمعوا بين العلم الذي علمهم الله سبحانه وتعالى، وبين التسليم لله سبحانه وتعالى. وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا أنت لا تتبع الزائغين، بل اتبع الراسخين لكي تكون ذا لب، يعني عقل خالص. عن شوب. من هم الراسخون في العلم رسول الله هو افضل الراسخين من بعد الرسول صلى الله عليه واله الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام واي واحد اتبع الائمه يعني اخذ احاديثهم اتبع الرسول اخذ احاديثه تعمق في هذه الاحاديث واجتهد في فهمها اجتهد في قبالها مو اجتهاد مقابل النص هذا مذموم لا اجتهد في فهمها، الاجتهاد في فهم النص ايضا تكون له درجه من الرسوخ في العلم، لكن هذا مكتسب يعني بمقدار اللي سلم لاحاديث الرسول والائمه عليهم الصلاه والسلام وتعمق فيها وعرف مقاصدهم منها ايضا يكون بتلك الدرجه له رسوخ في العلم. لذا العوام من الناس يتبعونه لا بأس يقلدونه لا بأس لكن الذي له رسوخ مطلق في كل القرآن من كل الجهات هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وبالأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام طبعا الأحاديث كثيرة وللحديث تتم نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين